سيد صدام الحبشري تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأسعار، الملاحظ أنه الأسعار الآن طبعا مطالب المواطنين، بقول لك يا عمي هذه الأسعار تجاوزت 450 مليون اللي احنا حددناها، ترى الأسعار تتجاوز العجز، الأسعار اللي ارتفعت حوالي 3 مليار. أنا بقول لمجلس النواب إنه ننتبه من هذه الحكومة، الحكومة تجاوزت جميع الخطوط الحمر. أنت يا ملقي رايح تدهور البلد، أنت رايح تقضي علينا وتقضي على الشعب الأردني، ارحم الشعب الأردني. أنا بقول لك ارحم الشعب الأردني، أنت من أول ما جيت كل مصايب البلد من وراك. اتق الله يا رجل، اتق الله في الشعب الأردني، ما ضلنا كلها تقرأ من وراك يا رجل. زميل فضاح، يا أخواني يا أخوان، ما حدا يقاطع المتحدث، أخواني ما حدا يقاطع زميل. أنا قاطعته زميل صداح، زميل صداح، أرجو أن تكون لغة سياسية مع الحكومة التي نحترمها، وفي أطر دستورية للتعامل مع هذه الحكومة. على إدارة المرحلة وهذا ثبت سياسات جميع سياسات الموقف. دكتور صداح الله يعطيك العافية، أرجو أن تكون لغتك أو زميل الذي